بصلايه مفرومه، كرفس مفروم، كرات مفروم، شوحتهم مع مكعب زبده او سنه زيت، عليهم كوبايه فريك بس تكون منقوعه او مسلوقه حسب، بس الافضل تكون منقوعه، منقوعه شويه. لو لقيت الوقت سرقك ممكن تاخديها نص غلوه في البويلر بتاع الشاي، تغلي بتاع كوبايه الشاي اللي عندنا في المطبخ ده، تغلي تحطيه عليها هيدوب منك وهو واقف في البوله كده شويه، صفي وتعمليه بالشوربه على طول. بس لازم الفريك يكون منقوع زي ما اتفقنا عشان ما يبقاش محصول، ما يبقاش ناشف. عايز ابص بس على الفراخ وانتوا معايا كده، تعالوا بينا يلا نشوف اخبار الفراخ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. شايفين الكلام؟ اجيب عندي برضو وانا شغال كده، هجيب فرشه نفس التتبيله بتاعتي فاكرينها اهي، وبرده اطعم الفراخ تاني ما خلاش تنشف مني بسرعه. هي لسه ما استوتش، هي ادتني لون حلو بس احنا مش هنغش بعض، احنا لازم نخلي الحاجه كلها تكون لونها جميل. مش ده اللي يفرق عندنا قد ما يكون التيست كمان. وما تنسوش كمان حاجه تانيه، ان احنا ما عدناش كتير في التتبيله، فهتبقى طعمها حلو او كل حاجه، ولكن هتبقى احلى واحلى لما تقعد في التتبيله اكتر واكتر. ومخفف الزبايد ده، خدوا بالكم لو انتوا فاكرين بميه البصل، فمش هتاخد مني لون بسرعه غير ما تكون ماسكه شويه نفسها. والافضل زي ما اتفقنا نسيبها مش اقل من ساعه، نرجع لها كمان ساعه. نرجع تاني عندي، استنى نسيبها، نرجع تاني عندي على الشوربه بقى. الشوربه اول ما احس ان خلاص بدات الامور تبقى معايا متشوحه كويس او خدت اللون اللي انا عايزه من الزبده اهو كده اهو حالا، ابدا انزل ايه بقى في الشوربه دي؟ انزل عندي بالمرقه. طب يا شيف معلش، المرقه اللي عندك يا ترى مرقه ايه؟ اقول لكم الصراحه، الصراحه عشان بس احنا صايمين، عندي مرقه عكاوي. يا عم ما تهزرش والله العظيم، مرقه عكاوي عالي العال، ولكن اهم حاجه برضو ان هي تتصفى وتتخفف لو تقيله. شوف المنظر. هاخد حبه كده، بص المنظر ده، شايف الكلام؟ كده اهو، سنه ميه.